اليوم الخوص غادي يكون واحد لايف حلو في الحب. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو واحد. الو جوج. شوف خدمه ملهيه مع اللايف. الو راني جاوبتك اختي ولكن للاسف غادي نقطع عليك. دونك اللي معانا في البث يبارطاجي اللايف. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا. كي دايره؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ الله يطول لي عمرك، مرحبا بك. الله يطول لي عمرك، نهار كبير هذا. شكون معايا؟ شيماء. شيماء منين؟ من سطات. سطات. شيماء من سطات. شحال في عمر شيماء؟ شحال؟ اختي ما كنسمعكش مزيان، الصوت مابقاش كنسمع مزيان. 19. من باغا ديري هاد التيست شيماء؟ جلال. جلال منين؟ الرباط. الرباط. شحال في عمرو؟ 22. شحال وانتي ويا مع بعضياتكم؟ شي 7 شهور. شحال؟ 7 شهور. وشنو نوع العلاقة اللي بينك وبينو؟ علاقة حب. حب يعني. اوكي، اعطيني النمرة ديالو. 0. ايه يلا ما تصدريش حتى نقولها لك على بركة الله. تلاقيتي ويا ولا ما عمركم تلاقيتو؟ لا ما تلاقينا. اوكي على بركة الله. الو السلام عليكم. اهلا اهلا وسهلا سي جلال، تحياتي لك. كي داير سي جلال؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ العائله الاحوال كلشي بخير؟ هذا عرفني 100%. سنه سعيده. الله يدخل عليك بالصحه والسلامه وطولة العمر وباي حاجه زوينه كتمنى في حياتك سي جلال. شكرا. معك سي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. ترحب بك جنة ان شاء الله. فايت لك نفرشوا البرنامج ديالنا، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ لا والو. مرحبا جلال من مدينه الرباط، سن 22 سنه. ايه مرحبا بك جلال. جانا اتصال من عند واحد الانسه من مدينه الرباط، هي اللي عطاتنا الرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك. بغات تنك بمناسبه راس السنه وعندها شي هضره زوينه في حقك، بغات تقولها لك. انا غندوزها لك جلال. اوكي واخا دوزها. بلا شك كنظن راك عرفتيها. شكون شكون هي هاد الانسان اللي على بالك؟ من الرباط. من مدينه الرباط. لا ماشي من الرباط. لا من مدينه الرباط. راه كتسمع فيك دابا. ماشي من الرباط. لا من الرباط. بنت من الرباط اتصلت بينا باش تنك مناسبة رأس السنة وعندها شي هضرة زوينة في حقك بغات تقولها. قالت لنا بلي نتوما تعرفتو غير جداد ودخلتي في علاقة حب. وهادشي اللي كاين، وكنتسناوك تقول لنا شكون باش ندوزوها لك. واخا جلال دير علاقة حب في حياته ولا لا؟ منش من مدينة؟ تفضل. شنو مدينة؟ مدينة خارج الرباط. شنو سميت هاد المدينة هادي؟ شنو سميت المدينة؟ مقلتهاش ليكم. لا ما عنديش انا المدينة، انا علي على ما اظن كي كيسحبني الرباط. واخا قول لي انت شنو مدينة؟ نعم؟ شنو مدينة؟ معرفتش. اوكي، شنو السمية ديال البنت اللي انت وياها في علاقة؟ ماشي مشكل المدينة. علاقة حاليا ولا كانت قبل العلاقة؟ لا حاليا. شمن كانت حاليا؟ تفضل. فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء منين؟ من الرباط. من الرباط. خليك معايا نشوف السيستم.
فعلا فاطمه الزهراء اللي اتصلت بينا السي جلال. خليك معايا انا غادي ندوزها لك. وعلاش ما قلتي لي من الاول؟ ماشي الرباط، علاش كدوخ عليا؟ خليك معانا حنا نتصلوا بها. هادي غتبدا العام الجديد. سمعتيها شيماء؟ طايح مع شي وحده سميتها فاطمه الزهراء من الرباط. الو، خليك معايا انت. سمعي. الو الو، السلام عليكم سي جلال. قلتي لينا فاطمه الزهراء من الرباط ياك؟ فعلا هي اللي متصله بينا. قالت لينا بلي ان شاء الله ناوي ان شاء الله الحلال مع بعضياتكم. ايوا ان شاء الله هذا 2022 ما تخرج تتكونوا عرسان ان شاء الله. ها هي معك فاطمه الزهراء، هضري معاه. ارفع صوتك يا مستا جلال، وارفع صوتك اختي باش تسمعوا مزيان بعضياتكم. ارفع صوتك. كنسمع صوتك مزيان. ارفعي صوتك، ارفعوا صوتكم بجوج. الو كنسمعك مزيان. أنا كنسمعك مزيان. عرفتي أستي جلال ياك؟ شهرين مختار. ها؟ مكرهوش. وشيماء؟ لا فاكن الزهرة. ها؟ شيماء؟ ألو؟ هضري. كنسمعك. شيء ما فاتني الزهرة هذه اللي ما تمشي. شوف ما تردناش اغبياء، حنا لسنا باغبياء. شنو سميتها هاد البنت اللي كتهضر معاك؟ شيماء. شكون هي فاطمه الزهراء اللي من الرباط؟ شيماء كاينه في السطاج. شكون هي فاطمه الزهراء؟ قلت لك من برا الرباط، غادي تقول لي وانا عارفه بالتالي. قطع عليا الله يرحمك، الله يجينا مقطع. شنو هو؟ ودابا ناوي يتزوج بفاطمه الزهراء وشيماء شنو؟ انا فاطمه الزهراء كنت ختي. شيماء بقيت تضحك عليها، بقيت تفنى عليها بالهضره الخاويه. شكون شي بعدا اصلا؟ شيماء راه كنت تهضر معاها دابا. ايوا فاطمه الزهراء كنت تهضر معاها مع 12 بيله. لا كاع اختك ناوي تزوج بها؟ ولا راه كنت عارف عليها، عارف انا وياها تنضحكوا، ولكن هادي شكون؟ الله يهديك. انا طلبت خرجتي معاك، كنت هضر معاها دابا، قلت لك وهضر معاها وشاد معاها وشاد فيها. اخويا شوف انا ما غاديش تدوز عليا بهذيك الكلمات. شيماء عندك شي هضره تبغي تقوليها ليه؟ كيفاش ماشي شيماء هادي؟ شوف الله يرحمك الوالدين قطع عليه. ها؟ ماشي شيماء. وشكون هي هادي؟ هادي صاحب جابر. صاحبتها. المهم تبعها من داير علاقة؟ مع شيماء. مع شيماء. وشكون هي فاطمة الزهراء؟ فاطمة الزهراء اختي. سير اخويا. والله الله يزوجك بختك، المهم اللي ديروا العرس ان شاء الله عرضوا عليا. ان شاء الله. ياه. الله يغبر. خوت باغي يتزوج باختو. شنو بان لك فهاد الشيء؟ عزيز دك اختي، وبداي سنة 2022 بوحدك، بداي حياة جديدة ان شاء الله. شكرا بزاف. ورجعي اللايف، حيت انت راه تقطعات لك المكالمة في ديك اللحظة، رجعي اللايف وغتسمعي مزيان، اوكي؟ ملي نسد اللايف رجعي تتفرجي فيه وغادي تشوفي اش واقع. شكرا بزاف.
كرام بزاف وقفان عندي الا هي اللي عرفت واش يحصل، وديما الهضره الخاويه. ايه واش غادي نقول لك، للاسف. شكرا بزاف، يلا تحياتي لك، غادي ندوزو مكالمة اخرى.